في قمة العطاء وكرة الاستثناء في مواجهة العيار الثقيل قمة الفايف ستارز ماتش الأحمر والأبيض مباراة منشن مدريد لقاء بايرن الريال أو ألمانيا إسبانيا إف سي هوليود ضد الميرينجي بذكريات نجوم وبحضور 17 لقب لدوري الأبطال على أرضية ملعب لاليانز أرينا في منشن في المرة 25 اللي يتواجه فيها بايرن والريال على الصعيد تشكيلة الميرينجي ريال مدريد لحراسة المرمى كيلور نافاس على اليمين دانيال كارباخال على اليسار مارسيلو أربعة راموس خمسة رافا فاران الاسباني يلعب كره رافينيا خطيره الشوطه والحارس جات الكره هجمه للميرينجي مدريد كره خطيره عن طريق الريال وكره كارفاخال رد بالك من ابن الخال يا وريتش كره ولا اروع من دانيال اللي سبق ولعب في البوندسليغا مع الباير ليفركوزن فريق الباي ارينا توني كروس يوزع كرة خطيرة كرة قريبة جدا للريال ركنية للميرينجي ما كانش فما تسلل كان في موقع سليم كريستيانو ما تبعش كورتو ما يمشيش فاران يمشي فاران متأخر يلعب كرة جول 1-0 للبافاري 1-0 لمنشن عن طريق كيميتش الطرف اليمين الجناح البافاري يلعب على انطلاقات مارسيلو على غلطات مارسيلو على طلوع مارسيلو وينسل كيميتش الظاهر الباك ويسجل جول الهدف 1-0 البافاري 1-0 بايرن ميونخ وقت اللي تسرح وقت اللي بدا الريال يهاجم الاطراف وبدا يطلع مارسيلو هذا اللي يبحث عليه العجوز الثعلب يوب هينكس هذا اللي حاب يوصل له هينكس شوف الكوره كيفاش بدات شوف الكوره كيفاش وصلت اعاده الانتشار والتموقع كان لوكاس على اسينسيو لانه اكثر دفاعي والكوره خطيره وترجع الكوره من الحارس الكوستاريكي كوره من اسكو بدا يضغط بايرن بدا يتزولي بتشولي سنفوز الثانيه ريبيري ماذا اهدرت كوره مباراة تذكروا هذه الكرة ماذا أدرت لم تهدر مثلها منذ سنين ما ضيعتش كرة ثمينة في سنين يا بونابارت كيف لم تعرف طريق أوروبا هدف ترجع الكرة بالرأس خطيرة والثاني ماذا أهدر الدفاع عن طريق هوملز ماتس هوملز كاد يسجل 2-0 في الشوط الأول ولا أروع البايرن شوط الواقعية بايرن قاعد يلعب على اخطاء كرة كارفاخال فكر فيها بطريقة اليوفي مارسيلو جول مارسيلو جولاسو 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 ريال 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 ما احلى الريال ما اروع الريال مدريد الريال مليكي ملكي سحر العقول وملك القلوب همسوا وتساءلوا ثم قالوا لماذا انت بطل قال انا ملك قالوا كيف فتعرفون أسرار القارة رد الميرينجي فرنسي وأمريكاني يتحدث عن الإبداع الثاني الهدف الثاني يا كينج الهدف الثاني يا كينج ليفا يا ملك بولندا يا ملك بولندا لماذا لم تملك صلوحية الهداف صلوحية الجوليادور إحساس وشمام نحبك تشم الثاني خطيرة خطيرة أساسي جولاسو 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 من غدر الكورة يا الألماني آسف على غدر الزمان لطالما رقصت الأسود ولطالما بدعت الأسود ولطالما ظهرت الأسود ولطالما تنجحت الأسود هينكس يسلم أول ألماني يشوفه في حياتي يستسلم قال ماينا ماينا يا حبيبي ماينا شوف الكورة يا رافينيا كسر في ذراعك يا رافينيا مش ممكن اعطاهم باس اعطاهم الثاني المغمورين لوكاس اسينسيو يدخلوا عالم المشهورين نادي المشاهير حبيب ترسى الكره الكانتارا واحده ريبيري وكيلور نافاس انعاودها ريبيري يقصي بايرن ميونخ في سيمي فاينل دوري الابطال لاعب كبير واحده تمشيش معاك اوكي مشيها بس تمشي الكره كيميتش الثاني وهدف التعادل لا حط الكرة رونالدو حط الكرة رونالدو حتى بديه لا بديه يضرب كرة جول حتى ولكن لمسة يد مالا رونالدو قلت لك هنا وين فيها لا انا شفتها بيدك
انا شفتها بيدك، وري الصوره وهات ما عندك. الان نحكموا على الكره، رونالدو يقول بكتفي، لكن قلت لك مش يزدوه من الثالث. مارتينيز امشي، بنزيما، بنزيما جول، بنزيما كريم، عمل كل شيء الا اهم شيء، متعوده دايما اعمل كل شيء، اقتناص الكوره ده قناص. الكولومبي فاران براسكوي يضرب، وكره خطيره مره اخرى.